C'est ça, parce que mon album a été distribué dans plus de 30 pays au monde entier. طبعا تجربة بواشنطن بوست هي كانت يعني شرف لي كمغربي وكشاب وفنان تمثل المغرب. يمكن هذا أول مغربي مطرب وفنان تيكون في هذه الجريدة، يعني من أكبر الجرائد العالمية. كان لقاء صحفي جميل جدا اللي تطرقنا فيه لمجموعة المواضيع تخص المغرب والصحراء المغربية والمسيرة الفنية ديالي. طبعا يعني من خلال مجموعة المراحل والمناطق اللي تنقلت فيها هنا والولايات كمن واشنطن لتكساس هيوستون لنيويورك نيوجيرسي، يعني كانوا يعني مجموعة المغاربة اللي رددوا معايا من غير الأغاني ديالي الخاصة، كان أغاني وطنية جميلة جدا اللي رددوها معايا بروح وطنية هذا الجمهور الكريم اللي كان هنايا. الوطن الملك الله، 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 مغربي والمغرب هو بلادي والصحراء.